الثورة لم تقم بها حزب أو أحزاب؟ هي أنا كتبت مع في حتى في بداية الثورة كتبت مقال في الموضوع ده، وقلت إنها عابرة للأيديولوجيات والأحزاب والطوائف. ثورة شعب. ها بالظبط. طيب فيبقى لابد آليتها تكون بهذا المستوى من الفهم. أيوه آليتها دي بقى، خلينا بقى لحظة في آليتها أو كيف تحقق الثورات وغاياتها. ازاي وايه المنظومه البديله لما ترفضه انت ويمكن وبحق من انساق عتيقه زي الاحزاب والسوء. فهي الاليات انا اتصور بدام هذا النوع مختلف عن كل الانواع السابقه من الثورات، يبقى لابد ان هو ايضا يخلق ادواته. عشان كده اللي بيجري دي انا بتصورها هي محاولات للوصول للحته دي، وعشان كده في اجتهادات لكنها لحد الان يعني اخفقت. فعندما تنجح هيبقى ليه؟ وعشان كده انا كنت في التلفزيون من مده فبقول لهم الثورات كلها بتنجح بالضربه القدم الا الثوره عندنا هتنجح بالنقط، عشان كده هي موجات لحد ما توصل في النهايه للشكل الايه المامول بالنسبه لها. هو ايه بالتحديد؟ ما اعتقدش حد عنده تصور بهذا الشكل النهائي، لكن ممكن يبقى فيه مقدمات. يعني مقدمات، في ناس بتجتهد، حالتنا الحاجات دي كلها بتقول الثوره دي طبيعتها كذا، في نفس الوقت ان محتاجه ايضا اليه بهذا المستوى. ازاي الشعب ده بقى اللي هو حسبت له الثوره ازاي بقى نحطه في اطار اليه؟ وانا رايي الاليه ممكن تكون اوسع من الاليه الحزبيه. النقطه اللي احنا واقفين عندها منظومه تجاوز الاحزاب كافه وتؤمن عملها المشترك. ايوه. طب انت احنا يعني ليه بننسى التاريخ؟ طيب تاريخ اهلنا ايه؟ يعني قصدي اقول اسلافنا على مدى العقود، ومين اللي عطل قدرتنا على العمل المشترك؟ طيب اللي عطل قدرتنا على العمل، لا انا هقول المنظومه. اتفضل. المنظومه اسمها الجبهه الوطنيه الديمقراطيه المتحده. يبقى اتفقنا لم نخترعها ولم نعيد اختراع العجله، وده ملوش دعوه بالجوالي من الاحداث، انما ملوش دعوه قط بالجوالي لان دي منذ امتى بقى؟ قول منذ عربي؟ لا. ولا منذ 19؟ لا ولا 35؟ ولا 46؟ ربما نموذج 19 يكون هو الايه؟ النموذج اللي لا لا انا بتكلم، مش بتكلم على 19، دي الثوره التي عملها الوفد، يعني بس ان يفترض حزب يعني كان هو شيء هواليه. هي اللي عملت الوفد مش اللي عملها الوفد. مين اللي عمل الوفد؟ لا يعني ده هو الوفد نتاج هذه الثوره، يعني مش ايه مش هو اللي عمل الثوره. ماشي ماشي. هو اللي ايه نتاج هذه الثوره. ماشي. لا انا صيغه من الصيغ يعني. انا مش عايز لم تتوه ولا نتوه. الجبهه الوطنيه الديمقراطيه المتحده ده مصطلح ومسمى ومنظومه مؤسسيه صنعها اسلافه. طيب. كده ولا لا؟ كده بس ايه؟ امتى صنعوها؟ انت مع ظرف بقى جديد. ومتى عطلت؟ صح. انت مع ظرف جديد ممكن هذا المفهوم ايضا يدخل عليه تطوير. ماشي يعني. لا 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 اصل هنا هو ده مش مفهوم. دي يعني اظن منظومه واحد، وكل كلمه فيها مصطلح لا يلتبس. عايز تطور ايه؟ هتطور ايه؟ يعني عايز تطور ايه؟ خدها كده في الكلمات بالمصطلح جابها. وطنيه ديمقراطيه متحده. في مصطلحات جديده. ماشي ماشي. احنا احنا ده اذا كنا في حاجه لاختراع العجله. اعاده اختراعها. اختراع العجله ممكن تخترع حاجه كويس. خلينا لا احنا بنتكلم اللي بيحقق غير اللي انت كنت بتقوله قبل قليل. طيب ماشي. انت كنت بتقول ما انت راجل فوق الحزبي، يعني ما انتش بتاع يعني افق مجموعه ضيق، مش كده ولا ضيق الايديولوجي ده ضيق الحزب ضيق ده الافق الفكري الوطني يعني اللي هو محدود. انت عايز عشان تحقق رايات الثوره يبقى في منظومه تنتظم الجماعه البشريه المصريه قاطبه. طيب فده قصدي اقول مش هنعيد اختراعه. لا نعيد اختراعه ازاي؟ يعني انت حضرتك الثوره لما بتيجي بيبقى لها يعني قانونها الخاص، ده ما فيش اختراع فيه. بمعنى بمعنى الثورة عشان توجد أو تتمكن لابد من تمكين الثورة. الثورة لا تقوم أبدا ويجي غير الثوار هم اللي يقودوا العمل. لابد تقوم الثورة ويمكن الثوار بأنهم هم مين الثوار دول؟
ما هي ده هندور. ما لا ما تدور ايه انت لسه هتدور. اه طبعا ما انت وقتك وقتك تدور لحد امتى هتصرع ازاي؟ النفس القصير هو لا النفس القصير ايه والطويل. انت لسه قايل دلوقتي ان دي ثوره شعب. طيب مش ثوره فئه ولا عصبه ولا مجموعه ولا شباب ولا عواجيز ولا نشوف بقى ده تميل للشعب. ما هو ايش قريبين تميل للشعب في 90 مليون. طيب طب تعمل ايه؟ طيب ما هي عقده انا بعتبر. لا مش عقده. لا مش عقده. طب ما فيهاش اي عقده. طيب قول لي ما هو عشان كده بنقول ده مفيد على فكره جدا. نعم الحوار مفيد جدا لان يعني العقده دي نفسي انا شخصيا عايز اتجاوزها. انا عايزك تحلها في الدقيقه دلوقتي ورد غطاها كلمه اصل هي مش عقده. طب انا ما هو بقول خبره السلف وعلى مدى التاريخ. طيب في مصر طيب الذي صنعت اول دوله في التاريخ. ماشي لا خليك انت شويه بقى يعني انا معاك اهو والله. فصنعت اعظم حضاره. طيب ليه امتى؟ لما كان العمل مشتركا بين المصريين كافه. طيب كده ولا ايه؟ صح. لما تمحوا انهار. طيب عاد عليك بقى فرس ورومان واغريق وزي ما انت عايز بقى بقت عاصمتك مره في الشام ومره في بغداد ومره في الاسداء واي حته واي مملوك معدي واي عفريت جاي. طيب صح ولا لا؟ ماشي جميل. يبقى الخبره هي ايه؟ بتاعتنا وبتاعت البشر قاتلتهم. هنعمل معا هنعرف نبني دوله ونعرف نعمل حضاره ونعرف ننجز ومش بس نواكب البشر وانما نقود كما كنا قادة البشر. ماشي هنتناحر يبقى عليك العقد. يبقى اي اللي انت بتحكيه بقى دلوقتي. طيب ماشي؟ ماشي. طيب فأساتذة التناحر وأركان حروبها إرث لدى من عصور إلى آخر. ماشي؟ إذا هزائم عسكرية في القضية الوطنية وعجز عن حتى تحقيق أبسط حقوق الإنسان في هذا البلد الحر يعني. ولا إيه؟ إيه صحيح. طب ايه ده انت دلوقتي مش عايز تختلف معايا ولا ايه؟ لا طيب الاختراع اللي عمله البشر كله. ما انت ايه؟ بتقول انت جبت كل الاختراع اللي عمله البشر كله. ايه اعمل اهو انت قدامك البتاع ده الماي البتاع ده الاير ده الاكل الاير ده اعمل سيرش دلوقتي اكتب الجبهه الوطنيه الديمقراطيه المتحده هتلاقي في كل الدنيا فيها ده مصطلح. طيب يعني هتروح شرق هتروح غرب هتروح من القرن هتروح من النهارده هتروح بكره ايه الجبهه الوطنيه؟ ما الجبهه اصلا؟ منظومه تجمع المختلفين والمتناقضين ده كلمه الجبهه مصطلح لغوي الوطنيه يعني مش جبهه مصريين ولا جبهه اسلاميين ولا جبهه ليبراليه ولا الى اخره يعني تتسع لكل ابناء الوطن خاصه الوطن ده مصطلح. طيب الديمقراطيه ما بتكتبش والمتحده ما فيهاش التباس لو في جبهتين يبقى انت قسمت الشعب فما بالك بخمسين مثلا. ماشي يبقى واحده. صح الوطنيه الديمقراطيه المتحده دي لا تلتبس ده إيه؟ في بلادنا لما جيش الوطن برزت مثلا حركه عرابي او ومن تبع كانت تبقى هوجه ما تبقاش ثوره لولا ان الشعب وفر تلك العروة الوثقة التي ربطت شعب مصر بجيش الوطن منشأها تلك ارتقت وتطورت لحد ما في اربعينات القرن الفائت 46 دي المظاهرة اللي فتحت على لجنة العمال والطلبة دي واحدة من الكومبوننتس بتاعتها لجنة العمال والطلبة واحدة من مكونات الجبهة الوطنية الديمقراطية مش كده ولا ايه؟ طيب عشان نوصل يبقى اذا مش هنعيد اختراع العجلة هنستدعي من خبرة السلف تلك المنظومة. طيب عايزين بقى المكونات اللي حضرتك وصلت بقى نقطة المكونات ازاي فهذه السلف اوكي عملوا مكوناتهم الخلف يعملوها ازاي؟ هذه المكونات من بقى؟ ايوه ما خلاص نبرك امرين من اللي انا قلته. طيب. في كلمتين. اننا لن نجاوز ما نحن فيه الا اذا ادركنا حاجتنا لان نؤسس دولة هذا الشعب. ده معاك ودولة الثورة ايضا دي ما هو دولة هذا الشعب يعني ايه ما هو يعني ايه ثورة؟ هنجيلها انا بقول دولة هذا الشعب مش نظام هذا الحاكم او ذاك. طيب عشان ما تلتبسش او تتضح بغيرها ها؟ طيب دولة هذا الشعب ما لم نؤسسها تأسيسا
ندرك هذا اولا فنتجه لصنعيه معا يبقى عليه غلط. هنتم هنا كده اي عصبه رايحه اي جماعه جايه اي واحد اي هي الكلمه ده انت مش عارف تتفاهم مع نفسك مش مع اللي جنبك. مش بس مش عارف مع نفسك. لا انا بتكلم كشعب بتكلم أنا عارف كشعب انا قصدي كده هو اصلا المشكله انك مني في شيله شديده الناس حاسه ان الثوره دي ما لهاش اب فكل بيحاول يكون الاب ده بس فده اللي بيضيع عمل التفتت. اهي دي احدى طيب خلاص ما هو عمل التفتت جميل احنا ثوره بلا راس او ثوره بلا اب او الى اخره هي دي الارث التخلف. طيب يعني اما بنقول ثوره شعب عارف هو عايز ايه علينا الا نضلله او نضله على الطريق اللي يخليه اللي هو عايزه ده اي يريد الشعب يريد يعرف يعمله. اه 100% مش هنعرف نعمله الا مع بعض. صحيح مش هنعرف نعمله الا مع بعض. جميل هو مع بعض دي اللي اسمها الجبهه الوطنيه دي ماشي كل لحظه لحظه انا ممكن اجمل في دقيقه ونص كمان اقفل مش هنعرف نعملها الا اذا كنا معا ده اللي بيسموه الجبهه الوطنيه الا ان نعملها على بناء الجبهه الوطنيه المتحده الديمقراطيه المتحده التي تؤسس تلك الدوله. طيب يبقى احنا دلوقتي خلصنا كده الكلام انا خلصت كلامي تاسيس دوله هذا الشعب ببناء جبهه وطنيه ديمقراطيه متحده مرتكزه على توافق وطني على دستور يليق بتاريخ البلاد والشعب والثوره وكله وتحرير العقل. يعني تروح بكره حضرتك حزب ولا مجلس ولا معرفش اي منظومه عماله تروح تنشئ قناتك تؤسسها وتمتلكها وتنشئها تاسيسا تنشئها انشاء علشان خاطر تبقى دي صوت على الاقل تلك الجماعه اللي انت بتعبر عنها. ما عملتش ده يبقى انت منها الزول يضللنا المنظومة القائمة لأن الأرضية دايما من يملك القمر أو القناة أو الصحيفة. صح صح. أي خناقة؟ أي خناقة؟ لا لسه أنا هنا بقف شوية عند قضية التوافق الوطني ها؟ الوطني وليه؟ لأن حضرتك رابطها بوثيقة، الوثيقة إيه؟ اللي هي دستور. التجارب اللي بتقول حتى مع الجبهات الوطنيه ان لابد يسبق الدستور دي حاجه ثانيه خالص. واخد بالك؟ ان احنا ننشئ عقد اجتماعي جديد. ماشي. تلتقي عليه هذه القوى ومن روح هذا العقد تبدا كل الوثائق اللي تترتب عليه سواء في صيغه الدستور او في القوانين اللي بعد كده. انا اتضح لي الالتباس. ها؟ اتضح لي الالتباس، بس اسمح لي اوضحه لك. اتفضل. انت دلوقتي تعمل سيرش على اي حاجه انا قلتها دلوقتي. يعني انا قلت التوافق الوطني في مصر، تروح كاتب كده التوافق الوطني في مصر، لا ايه اللي هيحصل؟ هتطلع لك صفحه. طيب الصفحه دي بتشرح لك اللي انا عايز اقوله. طيب. لان انا اللي عملته. طيب او تقول الجبهه الوطنيه دي مهتمه بتاعها، هتطلع لك صفحه برضه. ماشي. هتكمل لك الى اخر. ماشي. تقول تحرير العقل ولا تحرير القمر ولا معرفش الى اخر الكلام اللي انا يعني اللي ورد على ذهني بالمصطلح هتلاقيه. طيب. او تكتب اسمي فيوديك لكل اللي اسمه. انا من اللي يحصل بالعربي طيب. بالعربي طيب. ها؟ ماشي. طيب نرجع بقى للي انت بتقوله. التوافق الوطني ايضا مصطلح ناشونال كونسنسوس. صحيح صحيح. جميل؟ صحيح. مش انا اللي بربطه بوثيقه. طيب. ولا عقد اجتماعي ولا دايما يعني اذا في المصطلح يبقى على طول توافق وطني تكمله العباره الخفيه على عقد اجتماعي او دستور للجماعه البشريه. ده المصطلح والدلاله غير الملتبس. في حالتنا نحن المصريين وكما اشرت الان الى الجبهه الوطنيه الديمقراطيه المتحده اللي هي من تاريخ اسلافنا مش بدعه كما هي من تاريخ البشر قاطبة. طيب التوافق الوطني في مصر اللي انا شخصيا بتكلم عنه وقد كنت انا منسق التوافق الوطني بين كافه المدارس الفكريه والقوى السياسيه ومؤسسات الشعب المصري التي كتبت وثيقه التوافق الوطني في 95 بناء على توصيه من مؤتمر حريات المجتمع المدني اللي عقد في اكتوبر 94 في دار الحكمه هنا قدام. والذي كان امتدادا لمؤتمر الحوار الوطني اللي عقدناه في فبراير من 94 والذي كان ردا على دعاوى حوار وطني كان مبارك بيضرب الجون لايه بيحتل نفسه بيحاول نفسه. فاحنا
كانت تحدي امامنا كيف نحكم تمثيل الشعب المصري مؤسسيا. واحنا بنعمل المؤتمر الذي اوصى بكتابه هذه الوثيقه كركيزه للدستور الجديد وكتابه مبادئه يعني، والذي كلفني بان اتولى هذه المهمه، والذي ما تمثل فيها المدارس الفكريات الاربعه قاطبه. كنا عارفين عنوان للاخوان مين يمثلكم؟ واحد من يسمى الفقيه الدستوري بتاعه المأمون الهضيب، القوميين ورغم ان ايامها كان ربيع ومعرفش ايه، قالوا حسام عيسى. اثنين يبقى القوميين والاخوان. طيب الشيوعيين قبلها الوفد بقى مدعوه على التمثيل الليبراليه الباشا، قال انت جايب عامل ارفع تمثيل للليبراليه وجايب سعيد النجار من مؤسسات المجتمع المدني من جمعيه النداء الجديد، فاحنا الله يرحمهم الله يرحمهم كلهم يعني معظم من اوراق الان. قال لي انت مثلني فكريا اربع تمثيل، خد ممثل الحزب ابراهيم الدسوقي يا بازم معاك كحزب، انما الليبراليه انت ممثلني. الشيوعيين خاطبته نصيا على النحو التالي، وهتلاقي كل الحاجات دي قدام عندك. سيد الاستاذ نبيل الله بصوت من المنتخب لدورات المتوليه ممثلا للشيوعيين المصريين عضوا بمجلس نقابه المحامين. ندعوكم وطاهر البدري وكيل طالبي تاسيس الحزب الشيوعي الديمقراطي لتحمل مسؤوليه تمثيل كافه الفصائل الشيوعيه اللي هي كلها كانت تحت الارض. فجت لنا ثلاث احزاب، الشيوعي المصري والشيوعي الديمقراطي والشعب الشيوعي. فبقت الاربعه في المدارس الفكريه هي. موجوده. وبقى دور الفقيه الدستوري لكل منهم قد اسماه هو. لان دي مش شغلانه تقنيه، مفيش حاجه اسمها فقيه دستوري يعني ذوق او صفه تؤمن او تؤهل واحد ينور على يعني لا الا ان يكون ها مين اللي بيسميه وبيعبر عن مين. مؤتمن منه من كل مدرسه. تمام. الا سائر زي ما قلت مؤسسات الشعب المصري يعني، كان على راس اللجنه دي يحيى الرفاعي بوصيه نادي الخضراء، كان على راس ما اعرفش زي ما قلت انا دلوقتي سعيد النجار بوصيه جمعيه النداء الجديد الى اخر. خلي بالك دي منه المعايير يعني، ميلاد حنا موجود مش بوصيه الكنيسه، لا مواطن مصر، يعمل عملا شعبيا مؤسسيا وبيمثل منظومه الجمعيه. يبقى ضمن مفيش لا كنيسه ولا ارض، مؤسستان وطنيتان دينيتان. اهلا وسهلا ومرحبا، مش مهمتك انك تكون في الحته دي. كما الجيش مؤسسه وطنيه عظيمه ومحترمه، لكن مش مكانها هنا في لجنه كتابه وثيقه التوافق الوطني. ده جيش الوطن مش 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 مؤسس مش دوله، دوله ولا مؤسسه. يبقى اذا من المعايير يبقى مين اللي يكتب الدستور؟ يا دي اللي انا قلتها لك، يكتبها الشعب مش الخديوي زي 23 ولا الحاكم زي 54 ولا 71 ولا 12 ولا اي سواء، لا الحاكم ولا المجلس العسكري ولا سواء ولا لا، المره الوحيده في تاريخك اللي كتبها شعبهم مؤسسيا على هذا النحو يعني المفصله بعض معاييره الرئيسه. معايا؟ طيب يبقى ده، يبقى انا بقى لما هترد على لسان كلمه التوافق الوطني هيبقى الى انها المصطلح، لكن التاريخ والوثيقه بالمعنى التي كتبت بقى على مدى سنه كامله، سنة كاملة قعدوا كل المذكورة أسمائهم وسواهم على الترابيزة إلى أن أتموا كتابتها حتى عشية انتخابات 95 التي كانت لأول مرة انتخابات أحزاب. معايا؟ معاك. نقطة خلصت؟ أنا خلصت كلامي. ما خلاص، ما يبقى أن أنت يعني حطيت التصور وأيضا حطيت الآلية والحل. فلنبدأ. اللي احنا بنقوله ده معمول من قبل التاريخ يعني، سلكونا اجدادنا يعني عايز اقول بداوا وصنعوا وكرسوا، احنا ليه تايهين عن ده ولحد امتى انتهوا عنه ومتى نبدا؟ زي ما مثلا نبدا يعني عايز اقول ابدا الان.